20 مليار كيلومتر مكعب يد 120 مليار متر مكعب يد المكان 90 مليار متر مكعب كتصخر كتبقى 30 20 كتمشي في المياه الجارية السطحية و10 في المياه الباطنية المياه اللي يمكن تتحكموا فيها سكي موبيليزات حوالي 25 مليار اللي متحكمين فيها فعلا اللي وصل البراجات هي 21 مليار هذه 21 15 مليار مياه جارية الأنهار و6 مليار مياه باطنية المياه الباطنية في المغرب سياسيا حسب القانون 1995 ما نقيسوهاش استراتيجية إلا وقع شي جفاف ولا شي حرب ولا كتكون المياه الباطنية هاد 21 مليار هي المعادل أو ليكيفالون ديال حوالي 900-950 متر مكعب للفرد في السنة والحال أن 1000 متر مكعب هي العتبة الحمراء لو ستريسي دونك حنا بالضبط شوية تحت المعدل هذا ماشي خطر الخطر اللي عندنا حنا هو سوء التسيير واش مطيشات الداخلة واش الغازون في مراكش في رزازات واش الدلاع في رزاز في زاكورة ها المشكل ديالنا في الماء المناخ ديال المغرب بريء البراءة ديال الديب من سيدنا يوسف بنادم اللي معوج في الكوزة دونك المناخ ما مطرحش المشكل وإلا كنا غنشوفوا رؤية سوداوية أو متفائلة غنخدموا أحسن طريقة نديروا هي اللي الشعوب ديالنا نخدموا عندنا دول مجاورة أقل ماء حنا بوحدة اللي عندنا الأنهار دائمة في شمال أفريقيا حنا بوحدة اللي عندنا الأنهار ما مشروكاش مع الناس حنا بوحدنا اللي عندنا الصبيب بهذا الحجم واش بغينا فرق واش بغينا الله يدير لنا الكليماتيزي في المغرب ما يمكنش حنا خصنا نخدموا ونخدموا بالعقل ماشي بالانانيه اذا المناخ ما طرحش مشكل تدبير الموارد البشريه ومباشره غندوز وانا كنتوجه للمجتمع المدني كاين الخطاب العلمي كاين الخطاب الدبلوماسي كاين الخطاب السياسي كاين الخطاب الغوغائي للاسف معظم المعلومات اللي كناخذوا من الانترنت على اعتبار انها علميه هي سياسيه ماشي علميه نعطي مثال ملي كنتكلموا على التنميه اليوم شنو هي التنميه عام 45 الولايات المتحده خرجت مشروع مارشال ستاندر معروف من اجل تنميه اوروبا باش تبيع لهم السلعه كان داك الفريق جاي من القطب الشمالي تعطى وقتل البرد طاح يموت غادي يموت داس واحد البقره وطيحت عليه الزبد ديالو سخن مزيان شويه جا واحد القطش من الريحه ديالو جبدوه كذا الموراليتي المقصود ماشي اي واحد معايا في الزمن كيبغي لك السوء وماشي اي واحد جبدك من المشاكل كيبغي لك الخير جمع راسك وشوف فيا مزيان معنى هذا الكلام ان ملي كنتكلموا في التنميه كنقولوا التنميه امريكا فاش بغات تنمي اوروبا ليس حبا في عيون الاوروبيين باش تبيعوا السلعه ملي بقاو الاوروبيين حيت داروا الفلوس بزاف وداروا التنميه ولاو بغاو يستقلوا داروا التنميه الاقتصاديه طفروا مزيان زاد عندهم الانتحار وداو هذا الاجتماعي ولاو قالوا بغاو يديروا التنميه البشريه ولاو كيهتموا بالقطاع ديال الصحه والتعليم واللي كوروني فاكونس والضمان الاجتماعي وسيرو سيرو لقاو ان الانسان ما لقاش راحته اليوم كيتكلموا على التنميه المستدامه معنى التنميه والتنميه الاقتصاديه والبشريه والمستدامه ومن دابا 10 15 عام غيخرج مصطلح واحد اخر كلشي غير هضره هذا الاستهلاك الخطاب العلمي الرزين هو اللي كيمشي بالارقام الخطاب العلمي هو اللي فيه الموضوع علمي ليس كل واحد قال لي شي كلام زوين راه مزيان اللي كنعرف فيه مزيان لي ماجي ساتيليتير سي سيستم دانفورماسيون جو الا خديت لي زيماج غراتويتمون من الانترنت هامش الخطا 30% عمر اللي عطاك شي واحد شي حاجه باطل راك خلصتيها من جهه اخرى خلصتيها من جلدك حنا كمجتمع مدني خصنا نفكروا ليست كل المعلومات اللي كنجيبوها من شي جهاز ولو يكون القشره الغلاف ديالها علمي ليست بالضروره علمي لان يجب الانتباه للخطط في الموضوع ديال التغيرات المناخيه مثلا لان كنقولوا واش هي حتميه طبيعيه واش الانسان مسؤول ولا الانسان ما مسؤولش ولا لا وما نحن سخنا نقري ولادنا نداوي ولادنا نسكنوا ولادنا وخلي الاوروبيين يحلوا المشاكل ديالهم الشاكه تحت في موسكو وانا غنوز نضل في الرباط كاين خلاف اليوم جميع العلماء كيقولوا التغير المناخي ظاهره طبيعيه جميع السياسيين والاقتصاديين كيقولوا بشري هادو هما اللي كيتسموا لي سيبتيك ملي نون سيبتيك القطعيين والعلميه انا في تقديري ان يمكن نفهموا الخصوصيات المناخيه ديالنا بغض الطرف عليها واش هي علميه ولا سياسيه ولا عندنا اولويات واش حنا باقي ما لعبنا كره وبغينا ندوشوا يا
لعب الكره ونعرفوا عاد ندوروا شويه نعرفوا هذه المشكله عاد مشيو كنتبناو مشاكل ماشي فيها. بالنسبه للرياح ديال تهضرت الرياح اللي هي دائم طبيعه ديك الرياح اللي بنفس الحجم اللي عندنا الرياح بيطرج واصله تهضرت هي نفس الرياح اللي عندنا من السوريه الصغرى طبيعه التوبوغرافيا افريقيا ديك المنش اللي دايره بهذا الشكل الرياح الشماليه والشماليه الغربيه مع الاحتكاك ديالها القاره باليابسه كتكون رياح شماليه غربيه وعلى اعتبار اننا شمال الارض على اعتبار ان قوه كوريوليس كتمشي في اتجاه موافق لعقارب الساعه هذه الرياح العكسيه كتولي رياح تجاريه يعني الاصطدام ديالها مع القاره مع الحق مع لافاليس الرياح كتنعطف وكتمشي في اتجاه الجنوب اللي يمكن تقوم به انها كتاخذ الرمال المدينه ديال الصويره مثلا مهدده بالرمال بزاف تغطى فقط ديك الدرزه ديال الرسم هي اللي موقفه ولكن لي باراج اللي درنا في المغرب بالاضافه صح درناش البعد البيئي قتلوا الشباب ما بقاش نهائيا الشباب في المغرب واحد جوج البراجات نقصوا من الصريف الانهار اللي قالوا ديك المسوره ما بقاوش كيمشيو في النص المدينه ديال الصويره كلها اسوار ديال المدينه العتيقه اللي كانت محميه بهذا اللي قالوا ملي لو بيلون دي قالوا الحجر اللي كان كيجي مع الواد مع واد التنسيس ما بقاش كيوصل للبحر ودفعوا الرياح التجاريه ويحمي المدينه اليوم الموجه كتضرب على الحي المدينه الصويره كلها مهدده يعني ملي كتكون تنميه يا اما غتكون تنميه ترانسفيرسال افقيه كتاخذ بعين الاعتبار جميع الابعاد واما غتكون تنميه في الظاهر ديالها تنميه وفي العمق ديالها تخلف ليست جميع الثورات تقدميه قد تكون ثوره ريشيه المؤهلات وشكون المسؤول على الوضع في المغرب انا كنظن وهذا الشيء هذا شخصي قابل للنقاش بزاف إلا غنمشي لعند الديب ونلومو نقولو علاش شريتي الغنم والله خلق الديب باش ياكل الغنم خصنا نخديه ما ياكلهمش عندي ناس أميين 40% ما قراوش واللي قراو غير الخشونة واللي قراوش تحمل المسؤولية كيشد فيها أجرة ليست دائما مبررة واش غنتسنى من هاد الوقت تكون شي حاجة مزيانة كنقولو خصنا نوعيو الأطفال بالبيئة في المدرسة الأطفال شنو السلطة عندهم نوعيو المسؤولين اللي كيسيو نوعيو البرلمانيين نوعيو الحكومة، نوعيو الممثلين ديال المجالس، هما اللي كيتخذوا القرار. غنخلي اللي كيتخذ القرار